الآن بدنا نشوف نتعرف على مصطلحات كتير مهمة، الكثير إنه يعني إنه بيكون في خلط بين هاي المصطلحات، لازم تعرفوها بشكل كويس عشان تعرفوا أنتوا وين شغالين. أول حاجة الـ AI، إيش هو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء؟ الذكاء الإيش؟ الاصطناعي ولا الصناعي؟ الاصطناعي، يعني شغلة مصطنعة وليس مصنعة، تمام؟ إيش فرق يعني؟ الشغلة لما تكون مصطنعة يعني غير المصنعة، مصنعة يعني إنه فابريكيت يعني مانوفاكتشر. كأنه ذكاء. آه دكتور، إيش العلم الكبير وبعدين بتفرع منه؟ لأنه هذا في لا، هو الـ AI. في عندكم مدونة اسمها Machine Learning، حاطط لكم الرابط تبعها for everyone. صحيح. الـ AI فرع من الكمبيوتر ساينس. الـ AI طيب، بالنظر لهاي الرسمة، انتو في عندكم انه الحقل اللي بيشمل هدول كلهم هو عبارة عن الكمبيوتر ساينس، علوم الحاسوب. لا، كمبيوتر فيجن فرع من الكمبيوتر من الاي اي، تمام. احنا عندنا يعني فرع من فروع الكمبيوتر ساينس الارتفيشال انتليجنس. ايش في عندنا في الكمبيوتر ساينس؟ في عندنا مواضيع كثيره، في عندنا مواضيع البرمجه، انفورميشن سكيورتي، داتا بيزز، نتوركينج، كل هاي الشغلات. فانا في عندي فرع اسمه ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، تمام. في منه فرع يعني في بيجي موضوع فرعي في الارتفيشال انتليجنس اسمه ماشين ليرنينج، تمام. في الماشين ليرنينج في برضه موضوع فرعي، لانه انا في عندي هنا العديد من الطرق المستخدمه في الماشين ليرنينج. ممكن منها طرق احصائيه، ممكن طرق بتعتمد على خوارزميات، وفي انا عندي طرق بتعتمد على النيورال نتوركس، الشبكات الاصطناعيه، تمام. والشبكات الاصطناعية هذه في منها شبكات خاصة بسميها Deep Network أو Deep Neural Network، فهو الفرع تبع Deep Learning. فبالتالي هاي التفرعات هذه كلها زي هيك، تمام. لكن Data Science إنه هو عبارة عن إنه المنطقة هاي، إنه أنا بدي هو بتستخدم المشين ليرنينج، صحيح، تمام. بس لازم يكون عندي القدرة انه التعامل مع البيانات والتعامل مع الفيتشرز، انه مش انه حروح اطبق. ايش المقصود بالفيتشرز؟ ايش الساينس؟ بالضبط، اللي هو انه السمات تبعت البيانات او البيانات لها في لها خصائص او في لها فيتشرز او اتريبيوتس، تمام. بده يكون في عندي القدره انه اتعامل معها، تمام. ولازم يكون في عندي معرفه بالالجوريثمز، لازم يكون في عندي معرفه في الالجوريثمز. فهنا الداتا ساينس بتيجي في المنطقه هاي، تمام. وهي بتستخدم الماشين ليرنينج عشان انه يعني سولف بزنس دومينز. بس خلينا قبل ما نعرف الداتا ساينس خلينا نعرف الاي اي. ايش المقصود بالاي اي؟ هي يعني عبارة عن برانش من الكمبيوتر ساينس،
اللي بتمكن الحاسوب منه يكون في عنده ذكاء بحاكي ذكاء الإنسان. تمام؟ كيف؟ هذا تعريف مختصر، هذا تعريف مختصر، لكن التعريف هذا يعني تعريف الذكاء في حد ذاته في عليه خلاف. ايش هو الذكاء بدون artificial؟ انه الانسان يتعلم بسرعه، وكمان يتعلم يقدر يستنبط قرارات من المعلومات الاساسيه، يعني على شمعي ولا تحليل حل المشكلات، طيب انه يكون ايش؟ قدرة على تخزين المعلومات. ممكن حدا يوصف لي هاي الصورة؟ هذا وصف؟ هذا بيتطلب انتليجنس ولا لا؟ سيبينا من الماشين، سيبينا من الماشين وسيبينا من جوجل، انا بسألكم انتم كبشر اوصفوا لي هاي الصورة. حدا يجرب يوصف الصورة، مش فيش فيها صح وغلط هاي الشغلات، ليش خايفين يعني؟ رجل ايه؟ ايه؟ امرأة ايش؟ امرأة تلعب مع الحصان، هي حدا غير هيك؟ هي شوف الصورة اللي فيها مثلا وصف مشاعر يعني، طبعا الحصان مش معي انسان ممكن يخليه يحسس عليه وبس. طيب بدي هيك جملة بتوصف ال هذا عنوان، هذا عنوان مش وصف. عنوان، في فرق بين العنوان والوصف. انتوا مش عارفين ايش يعني وصف يعني. يعني شغلة زي هيك. أنا مش شايف إمرأة تجهز فرس للمسابقة، هذا وصف. أو إمرأة تداعب حصان، أو إمرأة تربت على حصان، يعني كلها هذه عبارة عن وصف بيطلب انتليجنس ولا لا؟ إنه أنتوا تفهموا إيش المعنى اللي موجود في الصورة. تمام؟ طيب هاي شخص يركب على حصان أو فارس يركب على حصان، طيب هاي
شخص ايش؟ شخص في سباق. او شخص يركب على حصان يعدو بهذا الشكل، يعني انه هذا 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 برضه وصف، والوصف هذا بيتطلب انتليجنس. ف هو بس انه بس انا بوصف اللي شايفاه، يعني عادي لو مثلا تعمقت في الوصف انه مثلا الطبيعه الجو كذا، ولا ممكن ممكن انه احكي انه شخص يعني راكب على حصان والحصان بيجري والجو مشمس، ممكن اضيف تفاصيل زي هيك. فالشغلات هذه بتتطلب انتليجنس، بتتطلب ذكاء. كيف؟ اه انا فاهم انا فاهم، يعني بس سيبينا من، يعني احنا انا بدي اناقش قضيه الانتليجنس في حد ذاتها، الذكاء في حد ذاته. ايش هو الذكاء؟ ذكاء مش ارتفيشال، ملوش علاقه احنا يعني بدنا نطلع من الكمبيوتر. هلقيت ايش هو الذكاء؟ مقدرة على التعلم والتفكير وحل المشكلات، ثلاث شغلات. يعني احنا بدنا نتعلم، بدنا نفكر، وهذا الكلام كله ليش؟ عشان انه احنا نحل مشاكل. تمام؟ ايش المشاكل تبعتي؟ انه انا يعني لو كنت انا طفل صغير، انه انا اقدر اربط البوت تبعي، هذا بيتطلب انتليجنس انه يكون في عندي هذه المهاره. تمام؟ او ايش ممكن انه انا اسوي، او انه انا اعرف اروح على مكان معين لوحدي، او انه انا اعرف انه اوصف صوره. طبعا هذا الكلام بيتطلب مع هذا الإشي إنه يكون في عندي ذاكرة، والذاكرة في منها نوعين، ذاكرة قصيرة الأجل وذاكرة طويلة الأجل. ذاكرة قصيرة الأجل زي كيف يعني؟ لما أديني رقم تليفونك بدي أضيفك على الواتساب، تليفوني 3721 كذا، أوكي، بعد هيك الرقم بتبخر. تمام؟ هذا قصيرة الأجل. لكن طويلة الأجل إنه أنا المعلومة هذه بدي أستخدمها في سياق، مثلاً إنه إحنا الدورة تبعتنا على سبيل المثال لمدة 4 شهور. تمام؟ فبالتالي بده يكون في عندي معرفة بشغلات إنه بدها يعني تستغرق على الأقل لمدة 4 شهور أو أكثر من ذلك. وفي شغلات ممكن تكون إنه يعني بتستغرق لسنوات. فبالتالي هذا هو يعني مفهوم الذكاء. يبقى مفهوم الذكاء إنه إنه بده يكون في عندي learn think solve problems. تمام؟ وبده يكون في عندي هنا القدرة على هذا الـ AI ببساطة. لما أحكي artificial intelligence بدنا نعطي الكمبيوتر المقدرة إنه يفكر ويتعلم. تمام؟ ويحل مشاكل، بدنا اياه انه هو يحل مشاكل ويتخذ قرارات لوحده. تمام؟ طيب، هلقيت الاشخاص فيما بيناتهم الذكاء بيتفاوت بطبيعة الحال. فعشان هيك انا في عندي هنا شغلة معروفة في الـ AI اسمها الـ Turing Test. ايش هذا التيست؟ انه بيقدر يحكم على الماشين هذه انتليجنت ولا لا، بدل ما انا احطه بتعريف. تمام؟ واقول انه اذا كان كذا بيكون ذكي، واذا ما كانش كذا بيكون ذكي، لا، انا بفحصه بتيورينج تيست. ايش هو التيورينج تيست؟ لو انا في عندي هنا ايفالويتر بحكي من خلال تيرمينال، عارفين شو يعني؟ وحده طرفيه، يعني كيبورد وشاشه، مش شايف اللي امامه، مع هيومن ومع كمبيوتر. تمام؟ هاي شغلة بتتطلب انتليجنس. ايش الوظيفة هنا؟ الوظيفة هنا انه بدنا يكون في عندي كمبيوتر بروجرام انه بده يقنع الايفاليويتور هذا انه هو عبارة عن بيرسون. تمام؟ وفي انا عندي الهيومن هذا بحاول انه هو يقنع الايفاليويتور هذا انه واحدة ست مش واحدة راجل.
بعرفش اذا انتم مر عليكم قبل هيك انه في واحد انه بيشاركوا الفيديوهات تبعته، انه هو بروح بيتصل في ناس وانه هو بروح بغير صوته وبيعمل صوته انه هو وحده ست. اكيد يكون مر عليكم في وقت من الاوقات، تمام؟ فحكيت انا لو بدي اتصل على تليفون وبدي انا اعمل حالي وحده ست، قديش انا ممكن انجح في العمليه هذه؟ بتطلب ذكاء. قديش انا ممكن انجح في العمليه هذه؟ ممكن انا اضحك على اللي قبالي اللي بتصل عليه دقيقه، دقيقتين، خمس دقائق، قديش؟ ممكن انا افشل من البدايه، ما بتزبطش معايا الفكره. ليش؟ لانه الموضوع بيتطلب انه انا بدي اغير نبره صوتي وبدي اغير طريقه تفكيري، تمام؟ فبالتالي انه الستايل هذا او النمط هذا انه نمط انه انا بدي اتقنه، انه بدي احاول اعمل له ايميتيشن، تقليد. فهذا الموضوع بيتطلب ذكاء. فهنا الفكره في الموضوع انه اذا الكمبيوتر هذا، اذا الالجوريثم او البروجرام هذا نجح في اقناع الايفالويتر انه هو هيومن، يبقى انتليجنت، انه هو ما ميزش انه هو عباره عن برنامج. انا بروح بتصل، بروح بفتح محطه قطارات وبدي انا احجز تذكره، فبروح بيطلع لي تشات بوت، بروح بحكي معايا: صباح الخير، اهلا، صباح النور، شو بدك؟ انا بدي احجز تذكره من برلين لهامبورغ مثلا. طيب يوم ايش بدك اياها؟ يوم كذا، ساعه قديش بدك اياها؟ ساعه كذا، تفضل هاي التذكره تبعتك، بس خلي بالك حيكون الطقس كذا 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 كذا، تنساش تلبس كذا وكذا وكذا وكذا. هذا التشات بوت موجود ولا شيء من الخيال؟ موجود، تمام؟ فبالتالي هذا عباره عن اوتوميتد بوت، الوظيفه تبعته انه هو يحجز تذاكر، بدل ما انت تروح على التيلر وتقول له بدي كذا كذا كذا، صار انه انت عندك كمبيوتر بروجرام انه هو بيسوي لك الشغله هاي، تمام؟ فهي مفهوم التيورينج تيست، انه احنا بنقدر من خلال التيست هذا نحكم على الماشين هاي انه انتليجنت او لا. هنا بدي اورجيكم العلاقه بين الاي اي والماشين ليرنينج. يبقى انا عندي الارتفيشال انتليجنس، هو احنا اتفقنا انه هو فرع من فروع علوم الحاسوب. ايش بيجي تحتيه؟ بيجي بالتحتيه عدة أفرع، اللي هو ماشين ليرنينج، ناتشورال لانجويج بروسيسنج. ناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هو زي ما حكينا انه كويستشن انسرنج او ماشين ترانسليشن او كلاسيفيكيشن او كونتنت اكستراكشن، واللي بيجي من تحتيها اللي هو التشات بوت اللي احنا حكيناه، تمام؟ الماشين ليرنينج حنيجي لان لتفصيله. ايش بيجي كمان؟ الاكسبرت سيستم. ايش مفهوم الاكسبرت سيستم؟ هو عبارة عن برنامج بيحكي خبرة الإنسان في مجال معين. أنا محتاج استشارة طبية مثلا، لما أروح على الدكتور، الدكتور إيش بيسوي؟ بيسألني أسئلة. إيش في عندك؟ أنا في عند في عندك حرارة. طب الحرارة هذه يعني مستمرة ولا بتيجي وبتروح؟ في عندي كحة كمان. الكحة هذه جافة ولا بيطلع معاها مخاط مثلا؟ حاسس بتعب عام ولا لا؟ بروح بجاوب الاسئله هذه، بروح بقول انه انت عندك كذا وهي الدواء. فبالتالي هي الاكسبرت سيستم انه كطبيب. طب كمحامي، انا محتاج استشاره قانونيه، باجي بحكي له الكيس تبعتي، بقول له انه والله صار معايا كذا كذا كذا، واشتريت كذا كذا كذا، و بروح بسالني اسئله. طب انتوا كتبتوا العقد هذا قبل ولا بعد؟ طب هو انت دفعت له دفعه مقدمه يعني مقدم ولا لا؟ طب انت عملت كذا، طب انت سويت كذا. فبروح بقول لي انه هذا بيترتب عليه كذا 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 كذا، تمام؟ حورجيكم في امثله لهذا الاشي. في اكسبرت سيستم مشهور موجود عندكم على البلاي ستور للميراث، بروح بحكي انه المتوفي ميل ولا فيميل، عنده اولاد ذكور وبناء وبنات، عنده اخوه ما عندوش اخوه، وبعد ما يسالني كل هاي الاسئله بروح بقول لي حصه كل واحد هالقد وهالقد وهالقد بهذا الشكل، تمام؟ هنا عندي هنا الايمج او الكمبيوتر ايمج، الكمبيوتر فيجن عفوا، بالضبط. هنا ايش بيشمل؟ ايمج
ريكوجنيشن وماشين فيجن. الماشين فيجن انه انا بدي اشغل روبوت، تمام؟ روبوت هذا ايش ممكن يسوي؟ ممكن يسوي مهام عديده، زي ايش مثلا؟ انه ممكن اعمل روبوت ينظف لي الغرفه هاي، يتطلب انتليجنس. ليش؟ عشان ما يقعدش يضيع الوقت ويقعد ينظف في نفس المكان، لا. وبدي انه بالضبط يقدر يميز انه هذه اوساخ ولا مش اوساخ، تمام؟ فبالتالي هذا الكمبيوتر فيجن هذا مثال عليه، ومستخدم يعني في عدة تطبيقات ومنها السيلف درايفنج كار. ايش السيلف درايفنج كار؟ سيارة ذاتية القيادة، فهي بدها تاخذ قرارات انه هي تخفف السرعة ولا تزود السرعة، تروح يمين ولا تروح شمال. فكيف بدها تسوي الشغلات هذه؟ لازم يكون في عندها نظام رؤية تقدر تميز انه اه والله هذا اشارة مرور، هذا عبارة عن سيارة زي هيك. ف هنا قبل الاكتيفيشن، تمام؟ وهنا راح عمل اكتيفيشن للار سي ان عن هذا النوع من الشبكات، من الديب نتورك. فروح بتعرف انه هذه عبارة عن ترافيك ساينز، وهذه عبارة عن سيارات، وهذه تراك، هذه عبارة عن شاحنة. ممكن هذه سيارة بديها ليبل، هذه تراك ميزة، هذه ايربلين، تمام؟ بالضبط، عشان يقدر يحدد انه هذا الاوبجكت، انه هذا باص هيو 98 98 انه هو سيرتن، انه هو 98% انه هذا بس، تمام؟ هنا بايسيكل، ميزها انه هو بايسيكل، وهذه انه عبارة عن ترافيك لايت، هيو معلمهم، عملهم ماسكينج. ماسكينج انه هو عملها هايلايت انه كاوبجيكت، هدول بيرسون مرين. فأنا بدي أقول، بدي أدي رول للسيارة، أقولها انه لما يكون في عندك ناس ماشي على ممر المشاة خلاص الوضع ستوب زي هيك. فهذا الاشي انه بتطلب انتليجنس، شغلات بديهية بالنسبة لنا، لكن عند المشين لازم يكون في نظام رؤية لهاي الشغلات. هنا هذه شغلة. الشغلة الثانية انه انا في عندي حاجة اسمها Object Detection. هنا مثال ثاني على Object Detection بتنسر فلو، انه هذه Apple 99%، هذه اورنج 96%، هذه مش مميزها لسه انه هي بنانا، مش ظاهره كلها. الان بس تظهر بروح بعملها ماسك، بحطها في مربع وبقول انه هي بنانا. هذا الكلام بصير في ريال تايم. هاي بنانا 99%، هذا بالنسبه للكمبيوتر فيجن، تمام؟ The speech recognition تعرف على الصوت بغرض ايش؟ بالضبط. هنا هتلاقوا عندكم هنا في لينك أورجيكو إنه وين السبيش. في أرتيكل أنا حاطط لكم اللينك تبعه اسمه State of the Art. هنا في بورجيكم ريال ابليكيشنز.
في مجال الروبوتكس في عندكم هارت، هنا بقارن بين الهيومن مع الروبوت. عارفين مين هذا؟ ميسي. متابعين؟ شوفوا رغبة أداء ميسي كيف. ضيعهم كلهم وحط الكرة، يعني بيحاول يثبت لنا إنه الفوتبول إنه is very easy، يعني حاجة سهلة خالص، إنه أنت تأخذ الكرة زي هيك وتروح تحطها في المرمى، حاجة سهلة خالص. لكن بالنسبة لإله هذا الروبوت وطلعت برا في الآخر. شوفوا من البداية إنه هو كيف بيغير نظره لقدام عشان يشوف إنه هو وين المرمى موجودة، بده يعملها ريكوجنيشن يحددها وين، تمام؟ وبعديها إنه هو بده يسدد، بده يكون في عنده نظام توجيه، يعني بده يلف وبده يحدد الزاوية. هيو تطلع لفوق لقدام المرمى فتطلع برا. في شغلة متقدمة أكثر شوي اسمها صوفيا، أكيد سمعتوا بهذا الروبوت. نعم، هنا حتلاقوا في هذا الفيديو إنه top 10 statements by صوفيا. الروبوت هذا إنه okay I will destroy humans. الشغلات هذه في الانتليجنس انه كتير مهمة، يعني انا بدي احكي لكم انه المرة الجاية اذا انتم ما كنتوش جايين ومنزل عندكم البايثون انا هخلص عليكم. ايش بتفهموا من هذا الكلام؟ انه انتم ما تجوش المرة الجاية الا وانتم عاملين الشغلة هذه. هل انا فعلا هخلص عليكم المرة الجاية؟ كيف؟ هذه بتتطلبش انه برميشن انه انت تنزليها، فبالتالي ممكن تنزليها على الدي على الجهاز عادي. ممكن نحكي للفني انه هو يعمل الشغله هذه. تمام؟ طبعا الشغله هذه عند الروبوت ممكن ياخذها سيريس وانه يسوي الشغله هاي. هذه conversation مع صوفيا، لما تضغطوا على الفيديو حتلاقوا في الديسكريبشن كل الحوار. في لحظة معينة من الأسئلة فهو روح بيسألها، بقولها إنه أنت في دائما بتحكي شغلة بشكل مستمر، هل هي هذه الإجابة الافتراضية لما أنت ما تلاقيش جواب بتقول له آه؟ يعني عارفين إيش يعني لما أنا أقعد أحكي حاجة عامة زي مثلا انه كيف؟ اوكي ايوه شغله زي هيك يعني مثلا هاي الكونفرزيشن هنا ايوه انديد. يعني تخيلوا انه كل واحد كل شوي وهو يحكي لي عن جد عن جد فهو رح يحكي لها is indeed your default answer when you don't know something؟ فهي صوفيا بتحكي له yes، انه هي مبرمجة على هذا الاساس. كيف؟ صحيح تمام. بالنسبة للروبوت ايش بتتوقعوا انه وظيفته ممكن يكون ممكن؟ يعني او مش يعني وظيفته معروفة انه هو يمكن، بس انا بقصد ايش الشغلات اللي بتلزمه انه كمبيوتر فيجن انه هو يتعرف انه هذه عبارة عن اوبجيكت انه لا مش حيقدر يكمل الطريق، المفروض انه هو يحول يعني يحول طريقه بحيث انه هو يكمل تنظيف بهذا الشكل.
هذا انه بيتعرف على الاوبجكتس وبعملها جراسب بصفتها. تمام. وهذه اكثر حاجه انه فاني انه انا بشوف انه انتم في المحاضره بروح بركب لكم كاميرا هنا وبشوف وجوهكم انه هل انتم منتبهين للمحاضره او قديش يعني كنتوا طوال المحاضره انه انتم منتبهين او انه مليتوا منها. فبالتالي من خلال التعرف على الـ على الـ على الـ مش الفيس بس على الـ على الايموشنز اللي موجوده في الفيس بالضبط، انه اذا كنت انا هابي او ساد او يعني لو تطلعوا على هذه ايش موجود انا عندي، هذا هابي 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 زي هيك. هذا هو المثل الدكتور او النيوترال بياخذ ال او الباراميتر نص صح بياخذ التعبير بعدين بيروح لحل. لا مش بالضروره انها تكون ناس، انا بكون في عندي الصور وفي عليها ماسك تمام انه هذا الوجه هابي، هذا في التريننج، هذا الوجه ساد، هذا ليبلز بنسميها ليبلز. مش باراميترز هذه بنسميها، بنسميها ليبل، البارامترز للموديل بتكون انه ايش فبالتالي الليبلز هذه انه بتكون موجوده بدخلها في التريننج وهو انه بروح بتعلم عليها وبتعرف عليها. تمام؟ حاجات هنا الجوجل اسيستنت عشان تعرفوا انه يعني هنا مش حكينا انه في عندي السبيش ريكوجنيشن. هنا السبيش ريكوجنيشن شوفوا التطبيقات تبعته انه هو بده يفهم السؤال تبعي في هذا المساعد الرقمي تبع جوجل بالعربي كمان بدعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أساعدك؟ كيف الحال؟ أنا بأفضل حال، شكرا على السؤال. هل من شيء أفعله للمساعدة؟ هل أنت ولد أم بنت؟ أفضل البقاء على الحياد. شغلات أنا قاصد الأسئلة هذه، حتلاقوا لستة الأسئلة تمام في 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 الفيديو انه انا بدي اشوف فعلا اقيس الذكاء تبعه. فهذا المساعد الرقمي تبع جوجل هو بتحسن باستمرار انه انا ممكن اساله شغلات انه هو بيتعرف ايش معنى انه بقول له انه مثلا قديش تستغرق الرحله من كذا لكذا. تمام؟ فهو بروح بتعرف على الكلام تبعي وبعرف ايش انه انا سائل في السؤال، بساله مين هو رئيس الولايات المتحده؟ لما بساله كم تستغرق الرحله من كذا لكذا هو بيفهم انه انا بسال على مسافه. لما احكي له مين رئيس كذا انه هو بيعرف انه انا بسال عن شخص بهذا الشكل. تمام؟ هجت الموبايل ابلكيشنز اللي انتم ممكن تجربوها، هذه ممكن انه تتنجدي لو كان انت عندك اندرويد ممكن تكتبي في 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 المتجر تبع جوجل جوجل اسيستنت وبتنزليه وبتروحي بتجربي لوحدك يعني انه بتشوفي قديش ال هذا. في هاد الستيت اوف ذا ارت للاي اي. تمام، حاط لكم رابط لها. هجيت هنا في ابلكيشن، في رابط انه في ابلكيشنز ثانيه تستخدم هي لسه موجوده هنا. هذه الكورتانا بيستخدم اي اي، الروبن هذا عباره عن بالضبط انه فويس اسيستنت اب، هذا برضه للكونفرزيشن. في عندي إلسا هذا التطبيق انا استخدمته شخصيا، هذا اي اي باورد اب لانجلش توتر. عارفين الفرق بين التوتر والتيتشر؟ توتر توتر زي مدرس خصوصي. تمام، فهو بروح يعني انا ممكن اقيس انه مقدار يعني هو ممكن يقيس مقدار النطق عندي. تمام، ويقول لي انه انت في عندك مشكله في مخارج الحروف الفلانيه، وممكن يحكي لي انه الاكسنت عندك تبعتك مش مظبوطه،
او ممكن يقول انه الفوكابلري تبعك مش مزبوط او الجرامر تبعك غلط. هذا كل الشغلات بتتطلب AI. فحتلاقوا لينك للابليكيشن هذا موجود على الاندرويد والايفون، ممكن نجربه. الفيس اب اكيد مر عليكم تمام. فهذه لستة من الابليكيشنز انه تفرجوا عليها براحتكم انه فعلا بتستخدم AI. طيب بضل هاي ممكن نعملها سكيب، بضل انه احنا نحكي على البيج داتا تمام والديب ليرنينج انه كفكره عنها. مش حاخذ اكثر من 5 دقائق عشان المحاضره الجايه نبدا في البايثون دغري. البيج داتا، ايش هو مفهوم البيج داتا؟ ما هي البيج داتا؟ هي البيانات الضخمة. شو يعني البيانات الضخمة؟ طب ليش الداتابيز العادية ليش ما بتتعامل معاها؟ ليش انه سميتها بيج؟ تعرف انه في داتابيزز بتحتوي على 2 مليون ريكورد واكثر، يعني فيها ملايين الريكورد شغالة عادي ما فيش فيها مشكلة. اوراكل هذا دي بي ام اس، انا بحكي داتابيز مثلا داتابيز زي تبعت مثلا فيسبوك او كذا. ف انه هوستد على داتابيز عادية وبتحتوي على ملايين الريكورد، بس ليش احنا بنقول بيج داتا؟ البيج داتا فيه لها خصائص. ايش هي الخصائص هذه؟ بنسميها الفيز تبعت البيج داتا. ايش الفيز؟ لا خصائصها فوليوم فاريتي فيلوسيتي. اللي انتم حكيتوه انه بيانات كبيره هذه واحده من الخصائص، انه حجمها كبير هذه واحده من الخصائص. الفاريتي انه هي متنوعه، انه جاياني انه من مصادر متنوعه والفورمات تبعها مختلف، انه يعني بيكون في جزء من البيانات جاييني من رسائل بريد الكتروني انا بدلتها مع زبون، ومصدر ثاني للبيانات اللي هو الترانزاكشن لما عمل اوردر لايتم معين من المتجر تبعي تمام. يبقى هدول انه من جايه من مصادر مختلفه ستراكتشرد وان ستراكتشرد، وهنا الديت بفورمات معين وهنا بفورمات ثاني مختلف خالص تمام. الفوليوم حكينا انه من ناحيه الحجم. الفيلوسيتي السرعة في توليد البيانات بالضبط، انه بصير انا في عندي توليد بالبيانات بسرعة الداتا بيز العادية بتقدرش انه هي تستوعب. كيف؟ كيف يعني؟ لا الفيلوسيتي المقصود بها السرعة، سرعة التوليد. صحيح بالضبط، انه هي كلها structured وانه كلها انه موجوده في مصدر واحد. لكن في المقابل الفيلوسيتي انه يعني طبعا هذا الاشي مع الانترنت اوف ثينجز صار انا عندي كل حاجه انه بالضبط بيطلع بيانات بالضبط. فهذا الباب ممكن انه هو بيعمل جنريت للديتا، انه انت فلانه الفلانيه دخلتي من الباب وطلعتي بريك الساعة كذا ورجعتي الساعة كذا، فهذه كلها يحتوي على بيانات. في البعض انه بقول انه للبيج داتا يعني 5 فيز مش 5 فيز، فأي شغلة بتنطبق عليها انه الثلاثة فيز هذه انا ممكن اعتبرها انه هي بيج داتا. قديش باقي من الوقت؟ 5 بالضبط تمام. الان حنجي او انتوا طالعين رجاعة ورقة على المكتب ايش دخل؟ انا عندي بالضبط، وفي بيقول انه 6. ببساطة انتم ممكن تعتبروها انه هي 3 وخلاص لانه هي الابسط بالضبط. ايش انا في عندي frameworks للبيج داتا اللي هي الهدوب والسبارك. الديب ليرنينج
احنا في شيء عندنا شغلتين، عندنا كلاسيكال ماشين ليرنينج والديب ليرنينج. ايش الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم في الاداء، انه عند هنا انا في عندي منحنى انه الاماونت اوف داتا مع البرفورمانس. انه في الكلاسيكال انه بعد نقطه معينه بصير تزويد البيانات ملوش معنى، ما فيش له تاثير، هذا في الكلاسيكال ماشين ليرنينج. لكن بالضبط في اسلوب الديب ليرنينج انه كل ما زادت البيانات اكثر كل ما كان انه افضل. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه في الكلاسيكال ماشين ليرنينج، نفتح لكم الصورة هذه اكبر، انه هذا كلاسيكال ماشين ليرنينج، انه انا لو مثلا بدي اتعامل مع صورة بده يكون في عندي هنا اكسبرت بده يعمل فيتشر اكستراكشن، تمام، وبعديها بمررها للكلاسيفيكيشن عشان اطلع الاوتبوت. فهذا الايفورت ملقى على هيومن، على الديفلوبرز او على الـ على الـ على الـ على المشين ليرنينج انجينير. لكن في الديب ليرنينج هاي الشغله بتكون انه مضمنه جوا النيورال نتورك، انه تقدر تعمل شغلتين، فيتشر اكستراكشن مع كلاسيفيكيشن، انه هي تتعلم، تمام. فهيك انتم يعني، طب ديب ليرنينج ماشين ليرنينج في فرق بيناتهم؟ هذا بشكل مبسط على الاخر، والبيج داتا هيكو عرفتوه بشكل مبسط على الاخر، والاي اي كذلك عرفتوه بشكل مبسط على الاخر. المحاضره الجايه ان شاء الله بنبدا في البايثون، نبدا نعمل براكتس على الكود اكثر. نعطيكم العافيه.